السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم باللغة العربية. بنتكلم النهاردة على الخطوات الأولانية في عملية التنفس الخلوي والحصول على الطاقة، فبنبدأ بالتغذية والطاقة في الكائنات الحية مع حضراتكم علاء سعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة الإسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. بسم الله. لما بنتكلم على الكائنات الحية بنقصد كل الكائنات الحية، يعني سواء إنسان أو حيوان أو حشرات أو نبات أو كائنات حتى دقيقة، سواء فطريات أو بكتيريا أو فيروسات. كل هذه الكائنات في حياتها، كل كائن من الكائنات دي إما إن هو بيتكاثر، بيتحرك، بينمو إلى آخر هذه الأمور اللي هي النشاطات بتاعته، زي ما إحنا شايفين، سواء كان بينمو زي النباتات كده أو بيتكاثر زي الحيوانات أو بيعمل رياضة أو إنه بمجرد حتى النشاط الذهني، كل ده بيحتاج إلى طاقة. وطبعا مش هي دي الطاقة اللي بنقصدها، طاقة الغاز دي بتستخدم في بعض الأجهزة، ولا الطاقة دي اللي هي بتستخدم في وسائل المواصلات إلى آخر هذه الأمور. أمال أنهي نوع من أنواع الطاقة؟ الإنسان بيحصل على الطاقة بتاعته اللي هي في صورة مواد مختزنة أو مواد عضوية معقدة زي الكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات والبروتينات والدهون من خلال الحصول على طعامه. ثم يأتي الحيوانات، في حيوانات مفترسة زي ما احنا شايفين بتتغذى على حيوانات أخرى عشان تحصل على هذه المواد المعقدة. ثم نأتي للمواد الآكلات الأعشاب اللي هي بتحصل على غذائها من خلال التغذي على الأعشاب أو الحبوب بمختلف صورها. طب النبات نفسه بقى بيحصل على الطاقة بتاعته منين؟ حقيقة النبات والطحالب وبعض أنواع البكتيريا بتحتوي على أصبار، كل ده بيحصل انها بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتمتص الميه من التربه، طبعا ثاني اكسيد الكربون من الهواء، طبعا بخلاف النباتات المائيه في وجود الضوء والماده الخضراء او الاصباغ، فده كله بيتحول الى مواد سكريه معقده او مواد عضويه. وبنتكلم على اللي ايه الاوتو او الاكسجين بيخرج، ده بيحدث في عمليه البناء الضوئي. طيب يبقى كده النبات حصل على المواد المعقده. هنستفاد بقى بالطاقة دي ازاي؟ يعني سواء الإنسان أو الحيوان أو النباتات، كل حتى الكائنات الحية، الكائنات الحية إما بتتطفل أو بتتكافل أو بتترمم على الإنسان أو الحيوان أو النبات عشان تحصل على المواد المعقدة أيضا. طيب هيعملوا إيه بالمواد المعقدة دي وإزاي يحصلوا على الطاقة؟ هنلاقي المواد المعقدة دي أو المواد بيسموها المواد العضوية، وسميت كذلك لانها كانت بالاول بيعتقد انها موجوده في اعضاء الكائنات الحيه فقط، لكن في بعض انواع منها احيانا بتتكون في او بيصنعوها في المعمل. طيب سواء الكربوهيدرات او السكريات او البروتين او الدهون، دي كلها بيسموها مواد عضويه وبتتحول من خلال التكسير او الاكسده او الهدم عشان تدينا الطاقه بتاعتنا. ازاي بيحصل الكلام ده؟ الحقيقه بتتكسر او بتتاكسد بالاكسجين، والاكسجين بيصل الينا من خلال زي ما احنا سامعين كده التنفس الخلوي، بس ده تنفس الكائن اللي هو دخول الاكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون. طيب دخول الاكسجين سواء هيخش في خلايا الكائن الحي الانسان او الحيوان ويوصل مع مجرى الدم ويروح لكل الخلايا، او في النبات من خلال الصغور وهيوصل ايضا لكل الخلايا، هيحصل ايه بعد كده؟ هيحصل ان من خلال هذا الاكسجين تتاكسد الكربوهيدرات وتدينا سكريات بسيطه، والبروتين تدينا احماض امينيه والدهون تدينا احماض دهنيه. يبقى السكريات والاحماض الامينيه والاحماض الدهنيه ده كله هيتكسر بقى عشان نوصل للطاقه اللي احنا عايزينها، اللي هي بتتم في خلال ايه؟ في عمليه بقى ما يعرف بالتنفس الخلوي، جوه الخليه بقى اللي هي اكسده او هدم او تكسير. يحصل ان الجلوكوز او السكريات تتكسر بالشكل ده وتدينا طاقة في صورة ATP، ده اللي هو المركب الطاقة اللي نقدر نستخدمه، ولكن في نفس الوقت بتدينا نوع آخر من الطاقة ناد H، وده لازم يتحول إلى صورة الATP، بس بيتحول فين؟ في حاجة اسمها سلسلة نقل الإلكترونات دي جوه الميتوكوندريا. طيب وإذا الخطأ والتحلل السكري بيتكسر الجلوكوز عشان يدينا بيروفات ويحصل خطوة تمهيدية وأيضا تديني ناد H،
طبعا ده هيتاخد بالتفصيل بعد كده. المهم تستمر هذه العملية عشان تحصل في دورة كريبس تكسير لكل الكربون اللي موجود في الجلوكوز اهو، واللي كان بيدينا حاجات معقده زي الناد والبي فاليتش هتروح لسلسله نقل الالكترونات. المهم هيحصل ان يتكون كل الطاقه بتاعتنا اللي هي اللي احنا شايفينها الاي تي بي، وده ليه فيديو مستقل ان شاء الله نلتقي فيه على خير باذن الله في عمليه التنفس الخلوي والتحلل السكري، هيبقى ليه فيديو، ودوره كريبس وسلسله نقل الالكترونات هيبقى ليها فيديو اخر. ان كنت وفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونراكم على خير ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامانه، ونلتقي في فيديو جديد باذن الله من فيديوهات تبسيط العلوم باللغه العربيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.